تقول لولدي نعمس انا في العربيه وهنايا انا فطرت وقعدت لي حشويه حتى جاتني الخبر نوض الولد ديالك راه رحمه الله جيت. الله يذكرك يا عمي الحمد لله عز الله عز الله الحمد لله تمشي خساره بربي الحديد الناس اللي كنقول لهم عليها كنقول لهم انا اللي كنحكي لهم عليها كيقول لي الولد انا حتى الوالد انا عاود الحمد لله فقير ماشي ما يدوزنيش ولكن فوتني ما عندوش الغلب الله الحمد لله انا نسيبي هو اللي ساكن ما نسيبي جاتني الخبر هو اللي انا جبرت العائل هادشي اللي كاين كنت قاطع طريقه عليه جبرت الدواء الدواء بحال الدواء بحال الوليد داو في هذيك راه اسعاف معامله ديال الحمد لله احسن معامله و الحمد لله. يعني الحمد لله الحمد لله نشوفو ثاني يوم نقولو الحمد لله الله يبارك فيهم صبنا عليهم ودبوش عليهم ما نحتاج انا كاع الحمد لله كنطلب من المسؤولين و كنطلب منهم مراتي يديوها تعالج المهم خصني نعالج مراتي تعالج وتولي لهذا الوليد هذا هوايا اجي لنا خليه اجي لنا يعني هو اللي بقى لي الحمد لله والباقي الله سبحانه وتعالى هو اللي بقى لي خصني مراتي تعالج وتولي لهذا الوليد هذا راه بقى لي يتيم وهذا الوليد هذا راه بقى لي يتيم تولي لهذا ولدها وتولي لينا كاملين تولي الامور كما كانت الحمد لله نعم سيدي المغاربه خوتي هذا نداء موجه المغاربه كاملين مي يردوا البال بزاف الانسان الا كانت غير واحد شويش هادشي راه كيكبر هذيك المرض غير شويه واخا كان فيها واخا كما قلت سمعت السيد اللي هو المعدا صديق ديالها في الطفوله ملي كنقرا معاه في الجبال قال لك كان عندها واحد شويش ولكن راه زاد هذاك الحالات زادت حيت ما جبرتش العلاج ما جبرتش العنايه ما جبرتش بزاف وهي ما معروفاش كانت انا خرجت من الخدمه مع 12:47 جديده جيت لهنا قول وحده الله رب جديده ساليت لحقت للرقيه مع قول مع الوحده ونص جديده وحده ونص جديده كان كعب باش ما هي تمشي كان كنجري خصني نوصل اولا خصني نوصل للدار باي طريقه واخا هذيك الصخره غير خطفت يعني عندك احساس عندي احساس وعندي احساس نعم سيدي عندي احساس كان عندي احساس غير تشمت فيها وصافي انا ما كانش خصني نمشي نخدم الحمد لله اللهم لك الحمد هذا الله سبحانه وتعالى القدر الله الا قلت لك زعما غير الاحساس كانت كتقول لي شي حاجه وكنت جاي بالزربة على هيدا على هاد النقطة هادي وكنت جاي خاصني هي ما تشيش هي والعائل باش يجيبوا العائل من المدرسة هذا إسحاق ما يجيبوش خاصني باش ما يجيبوش هو من المدرسة خاصني نمشي أنا نجيبو حيت الآخر راه يمشي في القيلة وهداك الشيء ما خصنيش نموت نمشي الحمد لله